من هم أئمة أهل السنة؟ البعض حتى لا يعرف، لو تقول له من هو حاكم هذا البلاد، وزير الداخلية، وزير المواصلات، وزير الثقافة، وزير كذا، وزير كذا. طيب أنت لك سلف صالح، نعم، من هم؟ يقول ما أدري. هناك كتب معتمدة عند أهل السنة والجماعة لا بد أن تعرف، لا يعرف عنها شيء. يسأل مثلا ما الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لا يعرف منها شيء، لا بد أن نتعرف على هذه المؤلفات. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كان لديهم مجالس للعلم، هذا أمر معروف، مجالس للمذاكرة يتذاكر فيه العلم، مجالس لقراءة الكتب. نعم، يقول هذه الختمة الأولى وهذه الختمة الثانية لصحيح البخاري مثلا. فكانت البيئة بيئة علمية، المجالس لا تسمع فيها شيء من كلام الدنيا. حتى قيل عن مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غيبة أو نميمة.